فإحنا عندنا عقار معين، العقار المعين ده اسمه العقار المضاد أو الأنتاجونست. له قصة جميلة جدا جدا. في عام 2004 كنت أنا في المملكة العربية السعودية، و2004 كان بيتعمل دراسة أو لونشنج لهذا العقار. فطبعا بما أن أنا مرتبط بهذه الجمعيات العلمية الأوروبية والأمريكية، فبعتولي قالوا إحنا هنعمل فيه بلجيكا اللي هي أول مستشفى نشأ فيها الحقن المجهري في الفري يونيفرستي أوف بروسلز في ميتنج، والميتنج ده مسموح حاليا الكاباسيتي هتبقى 1 داي يوم واحد لأربعين طبيب فقط. الكلام ده كان في ديسمبر 2004. كويس؟ رحت حضرت كل المحاضرات والأبحاث اللي اتعملت على هذا العقار والبروتوكول هيمشي إزاي، وفعلا هو لحد النهاردة ناجح جدا جدا جدا. دخلت المملكة العربية السعودية في أواخر 2004 أو 2005، وكانوا هما بيعملوا حاجة جميلة جدا، إن عشان تدرس عقار جديد بيبعت لك الشركة الأم في سويسرا كانت بتبعت لك كم من الأدوية تديه للمرضى ببلاش ما تبيعهوش، يعني قول لصيدلية المستشفى هذا الدواء فور فري لأنه قيد التجربة، التجربة نجحت لكن إحنا مقدمينه فور فري على الأقل في أول سنة. على فكرة هذا العقار النهاردة الأمبولة بتعدي 700 أمبولة الواحد. فبالتالي كانوا بيدهولنا، دخلته المملكة العربية السعودية، وأصبح هذا العقار هو البرنامج الراتب لعلاج تكيس المبايض في برنامج الحقن المجهري، أو برنامج الحقن المجهري لعلاج تكيس المبايض. لما بدور في الصيدلية بتاعتنا يا جماعة عندي أنتاجونست ولا لا، يقولوا لي لا، أقول لهم ما أقدرش أبتدي لهذه المريض علاج.